يقول: كان لدي بعض المال فوضعته في أحد البنوك الربوية جهلا مني، فلما علمت بذلك سحبت المال وسألت بعض الناس فقال تصدق به، فتصدقت به على أحد أقربائي من الفقراء، فهل هذا العمل صواب وماذا تنصحون وجزاكم الله خيرا؟ المال مالك، إذا سحبت رأس مالك هذا لك، هذا مالك، إنما لو سحبت الفوائد الربوية هذا لا يجوز، لا يجوز أنك تأخذ الفوائد الربوية من البنك، بل تأخذ رأس مالك. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، فخذ رأس مالك وانتفع به والحمد لله، واترك الفوائد الربوية. نعم.